اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن 8 طائرات مسيرة و3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية. وأكد التحالف نجاحه في إحباط عمل عدائي من قبل الميليشيات بإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية صوب السعودية على حد وصفه، وشدد على أن الأعمال العدائية لميليشيا الحوثي لم تراعي الشعائر الدينية وتنافي أيضا الأعراف الدولية. وذكر تحالف دعم الشرعية أن الميليشيا الحوثية تواصل تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وأنها تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من منطقة الحديدة